الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في الكلام على الباب 15 وهو باب في المحافظة على الأعمال. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات التي تدل على ما بوب عليه رحمه الله، قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنهما: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله، وقد مر علينا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا فيه أهمية المحافظة على العمل الصالح وإن كان قليلا. فلو أن رجلا يصلي مثلا 3 ركعات يوميا بعد العشاء ويستمر على ذلك، ورجل يصلي 11 ركعة لمدة أسبوع وينقطع شهر أو شهرين، أيهما أفضل؟ الأفضل الذي يداوم على العمل الصالح. فإذا على المسلم أن يراعي أمر نفسه وإقبالها وإدبارها، ويرى ما يصلح لها، فإذا رأى نفسه مقبلة على عمل صالح معين فليلتزم هذا العمل الصالح، فليلتزم هذا العمل الصالح وإن كان قليلا. حب الأعمال أدومها، فأحب عمل إلى الله عز وجل هو العمل الدائم المستمر، والعمل الدائم المستمر من العبد المسلم يدل على رغبته في الخير وحبه للطاعة، وأيضا يدل على أن الرجل حريصا على اكتساب الأجور التي تضاعف عند الله سبحانه وتعالى. قالت: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. قال: وعن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن من فاته الحزب الذي كان يقرأه من الليل فإن له أن يقضيه في النهار من النهار الذي بعد هذه الليلة. وهذا فيه فائدة أنه يستحب أن يقضى الحزب الذي فات. وما المراد بالحزب هنا؟ المراد بالحزب هو ما يجعله الرجل على نفسه، ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو من صلاة، يعني سواء كانت قراءة قرآن أو صلاة، والأفضل أن تكون هذه القراءة في هذه الصلاة، يعني يكون ورده الذي يقرأه في اليوم يقرأه في صلاة الليل. وهذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآيات. فدل على أن القراءة تكون في صلاة الليل وهذا أفضل. والقراءة، قراءة القرآن في الليل وفي صلاة الليل، من أعظم الأسباب المعينة على إقبال القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فوقت الليل وقت مبارك، وقت عظيم يرق فيها القلب وتذرف فيها الدمعات وتقرب النفوس إلى ربها سبحانه وتعالى. ولا يقوم لصلاة الليل خاصة بعد نوم إلا من كان مؤمنا بما أعد الله عز وجل لعباده القائمين في مثل هذه اللحظات العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. وذلك الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء أجرا عظيما، كما قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة، قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: (تصفيق)
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نعم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع أعد الله لهم ماذا؟ قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال العلماء أخفى العبد عمله في صلاة الليل فأخفى الله عز وجل أجره ومثوبته ولم يخبر به، لأنه سيفاجأ بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل في ذلك اليوم العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بسبب إخفائهم لهذه العمل، لأن صلاة الليل غالبا تكون عبادة خفية، فلذلك أخفى الله ثوابها ترغيبا في هذا العمل الصالح، كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولذلك وقت الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وكثير من الناس في هذا الوقت نيام الرقود، والله لو قمت حتى لو 5 دقائق أو 10 دقائق وواظبت عليها ودومت عليها والله فيها خير وبركة. كلنا ذو حاجة، ما في أحد ما عنده حاجة يريدها سواء دينية أو دنيوية، وهذا الوقت وقت مبارك قم فيه ولو وقتا يسيرا وادعو ربك ولا تفوت هذه الفرصة العظيمة التي يقول فيها الرب هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيب له. هذا وقت عظيم ينبغي المسلم أن لا يغفل عنه ولو في الوقت ولو بوقت يسير. ولذلك شرع للمسلم أنه إذا فاته حزبه من الليل سواء من قراءة قرآن أو من صلاة أن يقضيه في النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقوله قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، هل المراد أن الإنسان يقضي ما فاته مباشرة بعد صلاة الفجر أم يقضي بعد صلاة الضحى؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن الذي يظهر أنه يقضي ما فاته بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. لماذا؟ لأن الوقت الذي قبله هو وقت نهي، هو وقت نهي فلا تصلى فيه الصلاة. أما قراءة القرآن فإنه يقرأ القرآن ولا بأس بذلك. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ولنا جميعا أننا إذا عملنا عملا أن نثبته كما كان النبي يفعل، إذا عمل عملا أثبته، ومن ذلك قيام الليل. قال لا تكن مثل فلان، وهذا الفلان هل النبي قال لا تكن مثل فلان أو أن النبي سماه وأخفاه عبد الله بن عمرو؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن تعيين الشخص هذا لا يفيد في هذا المقام، وإنما يفيد معرفة الحكم. قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لأنه لا يليق بالمسلم أن يلتزم عملا صالحا ثم يتركه، فعلى المسلم أن يحافظ على أعماله بالاستمرار عليها وإن كانت قليلة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وذلك بعد أن رأى رؤيا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو رؤيت له أنه كان واقفا على النار فرأى أناسا يعرفهم، فلما عرضت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فما تركت قيام الليل منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. وهذا يستفاد منه يعني في تفسير النبي للرؤيا وما ورد في الرؤيا أن قيام الليل من أسباب النجاة من النار، أن قيام الليل من أسباب النجاة من النار، لأن الرؤيا كان واقفا على النار ورأى أناسا يعرفهم
ففسر النبي ذلك فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فواظب عليها ولم يتركها، رضي الله عنه وأرضاه. آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب قال: وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وهذا نستفيد منه الحكم الآخر. الحكم الأول أن من فاته حزبه من قراءة القرآن ومن صلاة أنه يقضيه. الحكم الثاني أنه يقضي الصلاة شفعا، لأنه لا وتر في النهار، فإذا كان يصلي 3 يصلي 4، وإذا كان يصلي 5 يصلي 6 بركعتين، يعني كل ركعتين بتسليمة، وهكذا. والنبي كان يقضيها 12 ركعة لأنه كان يصلي 11 ركعة، وهذا الغالب من فعله. وهنا تأتي مسألة: بعض الناس مثلا يصلي الليل، أحيانا يصلي 5، أحيانا يصلي 7، وفاته قيام الليل في تلك الليلة، فهل يعتبر بالخمسة أو بالسبع؟ نقول في هذه الحالة والله أعلم أنه يعتبر بغالب فعله، فإن كان غالب فعله أنه يصلي 7 يعتبر 7، وإن كان غالب فعله يصلي بالخمس يعتبر 5، فإذا اعتبر 5 صلى 6، وإذا اعتبر 7 صلى 8 ركعات. فهذا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة: أولا أنه يقضى، الثاني أنه يقضى بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح لأن قبلها وقت نهي، الثالث أنها تصلى شفعا ولا تصلى وترا. هنا مسألة أختم بها الكلام على هذا الباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي قيام الليل، فهل نستفيد من هذا أن كل النوافل إذا فاتت تقضى؟ يعني لو أن إنسانا فاتته مثلا ركعتا الضحى، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ فاتته السنة الرواتب، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ وهلما جر من هذه النوافل، هل له أن يقضيها أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على عدة أقوال. فمنهم من قال النوافل تقضى مطلقا، سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر، تقضى مطلقا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها متى ما استيقظ أو تذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وبعض أهل العلم قال هذا الحديث في الصلوات المفروضة، لأن النبي قال في آخره: فلا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة لا تكون إلا في شيء واجب. فقالوا النوافل لا تقضى، وإذا فاتت فات محلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النوافل لا تقضى إلا بما ورد، والذي ورد فيما أذكر في هذه اللحظة الذي ورد قيام الليل أنه يقضى، السنن الرواتب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقضى، أما غيرها فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها. أما صلاة الليل والسنن الرواتب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ورد في السنن الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد الفجر، فهذا قضاء لهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، أن رجلا فاتته صلاة ركعة، يعني فاتته الركعتان من صلاة الفجر السنة، وسئل بعد ذلك هل يصليها، فصلها الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيجوز له أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، الأمر في هذا واسع. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب المتعلقة بصلاة الظهر، فصلاها بعد الظهر، وأيضا فاتته حتى جاءت صلاة العصر فصلاها بعد العصر في يعني وقت النهي. فهل هذا يستفاد منه أن السنن الرواتب تقضى في وقت النهي أيضا؟ هذه مسألة أيضا العلماء تكلموا فيها، فمنهم من قال هذا من خصائص النبي، لأن النبي إذا عمل عملا أثبته فلا بد أن يؤديه، وهذا هو الأقرب أنه لا تصلى في وقت صلاة النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هاتين الركعتين التي صلاها بعد العصر، يعني قضاء
قضاء للركعتين من صلاة الظهر سألته أم سلمة رضي الله عنها هل يعني نفعل كما فعل؟ قال لا، فدل على أن هذا من خصائصه. ولكن ثبت في الحديث الذي عند الترمذي وحسنه أن السنن الرواتب لصلاة الظهر يعني قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقضى في وقتها ما في بأس، يعني لو فاتتك الصلاة القبلية تقضيها بعد الظهر ولا بأس بذلك. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أن النوافل لا تقضى مطلقا، وإنما تقضى النوافل التي ورد في الشرع أنها تقضى، يعني كصلاة الليل والسنن الرواتب. والسنن الرواتب وردت في فرضين الفجر والظهر، ولكن بما أنها وردت في سنن الرواتب فهي تعم جميع السنن الرواتب، فلو فاتته سنة المغرب وصلاها بعد العشاء فهذا لا بأس، لأنه ثبت في السنن الرواتب القضاء فجاز في كل السنن الرواتب. أما مثلا فاتته رجل مثلا يعني فاتته ركعة الضحى، هل يقضيها؟ على هذا القول وهو الذي رجح الشيخ بن باز رحمه الله عليه أنها لا تقضى، فات وقتها سنة، فات وقتها وفات محلها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاها ولو مرة واحدة. من المسائل أيضا يعني مما جاء في القضاء تحية المسجد، ورد أنها تقضى ولكن إذا لم يطل الفصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلاً دخل في صلاة الجمعة وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي وأوجز. فدل هذا على أن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس ولم يصلي نسيانا ثم تذكر ولم يطل الفصل يقوم ويصلي ركعتين كما دل عليه هذا الحديث. فهذه الصلوات التي ورد في الشرع قضاؤها وهي من النوافل، أما غيرها فلم يرد، فنتوقف على ظاهر النص، وإن كان الأمر في هذا واسع ولا يشدد عليه. فلو أن أحدا رأى القول الأول الذي عليه كثير من العلم أن النوافل تقضى مطلقا فلا ينكر عليه، لأن المسألة يعني تحتملها الأدلة. ولكن الذي يظهر هو ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من العلم أنه لا يقضى إلا ما ورد في الشرع قضاؤه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.